اه كده مية مية. يا ساتر يا رب، الله يخضك. مش عارف اتفرج على صاروخ ولا ايه يخضني. اخباركم يا شباب، معاكم محمد جمال وقاتل عميد، وحلقة جديدة. في الحلقة دي ان شاء الله هنبدأ نطور الاتوبيس او الميكروباص بتاعنا، الجرار ده اسمه ايه، الجرار بتاعنا. طبعا الحلقة اللي فاتت الناس اللي ما تعرفش، رحنا لفينا حوالين الخريطة دي كلها، لمينا كور العشب ورحنا وديناها للمزرعة، وفكينا العربية وجبنا الجلدة دي اللي احنا عاوزين نبدلها. هي راحت فين الجلدة؟ اه الجلدة راحت فين؟ تمام، بس عادي مش مهم، هتلاقي منها واحدة جوه اكيد يعني. ايوه الجلدة دي. زائد كمان رحنا وقدينا نقلة خشب. اول حاجة لازم اشتريها البتاع دي، تمام. حاسبني يا باشا عليها. طبعا زي ما انتم شايفين البتاع معلقة صح، هتيجي بص تميل كده بالكيو، هتلاحظ ان علامة التسويق ظهرت اهي، فاهم؟ مش عارف ايه التعليقة دي، بس هو جليتش يعني في الغالب بيكون يعني. بس تستنى شوية كده، اشترينا البتاع الجديدة اهي. طبعا البتاع دي الحلقة اللي فاتت قلتلكوا ان هي فيها العيب، كان فيها العيب ان الماتور نفسه بيطلع دخانة، فكان منها العيب صراحة. وانا معرفتش الا لما طلعت رحت الويكي بتاعت اللعبة، يعني اي مشكلة بتحصل لي لازم افتح الويكي ابص فيها. والراديو ده طبعا كان مونسنا طول الطريق، الله يسعده يا شيخ. وانا قاعد بجمع خشب وبالليل، طبعا جه عليا الليل ومعرفش ايه والكلام ده كله، بس الحمد لله. طيب دلوقتي بقى عاوزين نبدأ نطور الجرار ده. زي ما انتم شايفين ده مود، المود هحطلكوا تحت في الوصف. هتيجي تضغط على الورق، بعد كده تضغط على زرار سكيب اللي هو اللي بيظهر لك القائمة دي. أول حاجة هنا بيقول لك تقريبا العزم بتاع الجرار، أنا هخليه 5 غيارات، تمام. أنا مش عايز أكتر من كده. والإنج بتاعه فكر خليه على أعلى حاجة، بس خلينا نخليهم كده تالت حاجة، يمكن يبقى أعلى حاجة رخمة، فاهم أنت الموضوع إزاي؟ ونعمل هياخد 3000 بس. طب ما إيه رأيكم نرفعها لأعلى حاجة، نشوف أعلى حاجة 3500، يعني الجرار كله هياخد 4500 يا جماعة، نطوره أحسن كده. خلاص بقى الجرار كده المفروض يبقى سريع، فخلينا ندور ونجرب. طبعا متشكرين يا باشا، وان شاء الله ما نجلكش في حاجه وحشه خالص، لان صراحه العربيه عزمها تقيل. وبصراحه انا لما شفت الويكي وكده قال العزم بقى تقيل بسبب ان البيجوهات بدات تبوظ، بسبب ان في حاجات كتير كده مش عارف، الكتاوت نفسها مش مظبوطه، حاجات زي دي يعني. وبصراحه ده جاب لي فكره تحدي هنعملها ان شاء الله بعد ما اخلص الفيديو ده على التيك توك، وهو ان انا هفك البيجوهات بتاعت العربية ونبدأ نمشي بيها. نشوف بقى هنفك مثلا بيجوهين كده ونمشي بيجي، هنجرب يعني. اوه الله. طب بالمرة يا جماعة انا حاطط الواح خشب، تيجي نروح نجيبها بالمرة؟ ولا اقول لك سيبها سيبها بعدين يبقى نروح نجيبها، بس انا عايز اجيبها عشان شايل هم العربية، ممكن يحصل لها حاجة فنضطر نوديها للميكانيكي هنا او نصلحها هنا جنب الميكانيكي. يا لهوي على الجرار، انت بتنتش ليه كده يا اسطى؟ طب ارفع بس ايدك كده لفوق، ايوه تمام. بصوا يا جدعان، تالت. لا لا انت بقيت سريع قوي، يا نهار ازرق على السرعه. فخلينا دلوقتي نطلع على المدينه احسن، نفول ونشتري لنا شويه حاجات ونجيب سكر كده وحاجات للتيتا برضو، يمكن تسمع الكلام وتاخدهم، فاهم انت الموضوع ازاي؟ يا جدعان انتوا متخيلين السرعه؟ انت ماشي على كام؟ اوف احنا ماشيين على 70 يا جماعه، 74 75. اوه احنا شكلنا كده هنوصل للمية. حبيت اشكركم بصراحة على الدعم الرهيب يا جماعة، يا ريت يا ريت يعني، انا عايز اطلب منكم طلب اخوي يعني تدعموني فيه. انا عايز منكم بس كل واحد يفتح اي فيديو كده مدته كبيرة عندي على القناة ويتفرج عليه، زي مثلا محاكي الشاحنات كده وانا مسافر بتاع، سيبه ان شاء الله شغال ما تبصلوش، فاهم يعني؟ انت مثلا وانت بتلعب اللعبة شغله كده على موبايلك وسيبه، لان عندي محقق كل الشروط بتاعت الربح من اليوتيوب، بس ناقص شرط واحد، وهو ان انا احقق 4000 ساعة مشاهدة، وانا محقق منهم 1000 بس، تمام. فياريت يعني اتمنى منكم ان انتوا يعني تمجدونا في الحتة دي. شايفين يا جماعة انتوا البيت ده، البيت ده فيه لوح الخشب، خلينا ندخل ناخده بالمرة بما ان احنا عدينا من قدامه اصلا. ايوه تمام. شو الجراب بيعمل ازاي؟ شديد يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا ننزل. يا سلام يا سلام، الواح خشب. ايه يا اسطى انت بتعمل ليه كده؟ المشكلة بقى اللوح ده هنحطه ازاي؟ الله الله، شفت الحركة اللي عاملها؟
انا اصلا كده كده عايز اقفل عليه الباب من ورا عشان ما يزحلقش، بس هل يا ترى يخبط في راس الجرار من قدام كده الباب؟ الله ينور عليك، الله ينور عليك وعلى، يا لهوي اه كده مية مية، يا ساتر يا رب، الله يخضك، مش عارف اتفرع صاروخ ولا ايه يخضني. تفتكر المسدس هيوصل؟ الحمد لله وصل. يلا يا باشا جمع براحتك، ده على فكرة التانك بتاعه كبير جدا. الحمد لله على السلامة. ده كله خلينا بقى نروح ندفع الفلوس علشان الراجل ما يطرش ورانا. السلام عليكم، ازيك يا فقير؟ يلا ناخد بتاعة البجهات دي بالمرة، بفكر اخد معايا زيت تاني وناخد ده وواحدة زيت فرامل المرة دي عشان، والسير ده برضه عشان انت عارف في اعطال كده بتيجي قدامنا كتير وحوار يعني. وهناخد طبعا معانا 3 لبن للتيتا وتلاتة سكر. هات بص، هات اللبن كله، هات اللبن كله، وهناخد كمان لبن وسكر وسجق، هي عايزة سجق. هو ده يا جماعة، بس يا ترى تفتكروا هترضى تاخد السجق والحاجات دي؟ هي مش قاعدة ليه أصلا؟ مش موجودة يا جدعان يا بنت الكلب. طب علينا فكك منها، احنا كده كده اصلا هنروح البيت يبقى نصطاد لها سمك. مش كده نسيت اشتري مشروبات وانا جاي، يعني بعد عطشان موت، العطش ده المشكلة بموت. خلينا نفك الكيس ده نشوف هيطلع لنا ايه. بيجو، ايوه حليب، هاتلي حليب، ايوه خلينا ننزل العطش ده شوية. اقفل الباب عشان بتاعة العربية متوقعش. شايفين الجرار بقى عامل ازاي؟ طيب خلينا ادخل انزل انا من الناحية دي. انت بصراحة انا حطيت علبة البيبسي هنا فوقعت، فانت خليك مثلا ورا الكرسي كده. ايوه تمام حلو. خلينا نشوف بقى هل المقطورة دي اقدر اشبك فيها واسحب الجرار معايا بحيث مثلا احطه عند اقرب نقطة. لا والله المقطورة دي ماليها. يبقى شكلنا يا جماعة هنرفع الجرار ده، اه شكلنا هنرفعه. يلا بقى جاهزين، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه عاش. بس انت عارفين المشكلة فين بقى؟ اسحب كده. المشكلة ان هي عايزة زقة من ورا كده، تتزق شوية. شايفين لو تتزق لو ينفع؟ المشكلة هي حديد، مش هينفع تتزق خالص. لا ارفع 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 ارفع، ان شاء الله تترفع. ايوه تمام. لا هتقع برضه، ارفع كده بقى تاني لفوق نشوف. يا لهوي ده اتقلب. الله اكبر، رفعنا امها، بس ربنا يستر بقى ما تروحش واخده زاويه وتقع. والنبي يا شيخ ما تاخدي زاويه وتقع وحيت امك. انت كده تمام صح؟ يا لهوي. طب دي انا مش عارف والله يا جماعة. عارفة ايه دي؟ يا نهار ابيض يا نهار، لا نفع بالطول ولا نفع بالعرض. عندي فكرة ما تخطرش على بال ابليس، بس ما يكونش عامل اللعبة انصح مني يعني. تمام تمام جاهزين. حلو، تعالى انت ادخل هنا متقعش تاني يا كلب. نبدأ بقى نمسك هنا كده الحبل، شوف الحبل ده هيتشد لفين.
حلوة أوي. أيوة هي دي الفكرة يا جدعان. بس بقى هل تعتقدوا هنمشي بيها سلام ولا هتقعد تخبطنا؟ مش عارف، خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شد قدام يا كبير. ايوه ايه رأيكو؟ والجرار شديد والدنيا حلوة. دوس يا باشا ولا يهمك، ما كان كده من الصبح. اي 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 ارفع 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 ارفع. ده وحياة امك انت جاي تعطل هنا؟ حياة امك القطر اللي يجي يشوط ابونا اخلص. ايوه شد شد يا مدير، انت قدها. عاش يا بطل. هتشدها هتشدها وحياة والله، لا تشدها انت جامد انا عارف. وادي خد التاني يا عم، وادي التالت يا عم. خلاص 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 خلاص، خليك في التاني خليك في التاني. ايه رأيكم بقى يا جدعان في الحركة الاكشن دي؟ عيب عليك يابا، ادي بقى السرعة وطير يا كبير. ياه 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 يا سهر الليالي. والله انا جامد. معلش يا اسطى احنا داخلين نفحت لك الدنيا هنا. طبعا اكيد الاراضي الزراعيه دي ليها موسم حصاد وكده يا جماعه. المفروض في اله اللي هو اللي عند المزرعه اللي احنا ودينا الحاجات بتاعتها دي، المفروض الاله دي اله الحصاد ناخد مفتاحها ونيجي بقى نحصد الدنيا دي كلها. بس انا كنت بقرا في الويكيبيديا وكده، قال لي خلي بالك ان لازم تاخد معاك بنزين وبتاع حوارات كده عشان ايه الدنيا مش تبوظ معاك يعني. خلاص خد التاني. انا اسف انا اسف ان انا بديك الرابع والله. ايه ده؟ شوف هو فين، افتكرته اختفى اقسم بالله، افتكرت الحبل اتقطع. ايه ده، في حد بيزق من ورا؟ والله في حد بيزق من ورا. احنا اسفين يا زميلي، زقة بس بسيطة كده. يا ابن عمي ابن عمي يا اسطى. طب يا اسطى خلاص يا اسطى احنا ماشيين. والله يا اسطى اعديك ازاي انا دلوقتي؟ انت مش شايف اللي بيجري ورايا ده؟ تقعد تضرب كلاكسات وازاي؟ انا خليك ماشي ورانا بقى وانت ساكت ما تقرفناش، واعمل حسابك ان انت ماشي معانا للميكانيك. اصلا هو مشوار واحد وخلاص هنخلصه. يا عم اسكت يا عم، عسباك اهو خليك بقى. يا سلام بقى، مفيش اي حاجة تحصل. كان نفسي اروح البيت بس للأسف لازم اروح اودي البتاع دي الاول. يا فين يا فين؟ الحبل اتقطع يا جدعان، لا حول ولا قوة الا بالله. اقدر افصلها من هنا من غير ما انزل؟ يا سلام لو اقدر يبقى مامي، بس لازم انزل للاسف. يا عم سيبك منها كده وخلينا ناخد الميكروباص اللي معرفوش راح فين ده. بس والله يعني مع ان انا قرأت فعلا في البتاع ان الحبل بيتقطع، بس ما توقعتش ان هو يتقطع للدرجة دي يعني، فاهم؟ اهو يا راجل. طب خلاص خلينا داير وارجع لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبك امسك. تمام كده زي الفل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لننطلق. شد 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 ابوها. شوف شوف بتعمل ازاي يا شديد الجرار شديد يا جدعان. والله لازم تحملوا المود ده، المود ده لما تحملوه صدقوني مش هتسيبوا الجرار تاني. احنا بقى نشوف بقى سكن للجرار ده بقى ونظبطه كده لون بقى ودنيا. خلاص خليك واخد التاني احسن بقى. يا بدين لا اله الا الله، الحبل اتقطع تاني يا جماعة. انا هيجيلي شلل. بنكمل الحلقة الجاية، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. اشوفكم على خير، سلام.